ونفس الكلام يا جعفر برضو ما شاء الله ان يكون حد عربي من الاشقاء العرب يكون متولي مسؤول ملف التطوير في الاتحاد الدولي، دي حاجه اكيد تسعدنا جدا، واكيد دي جت بعد منافسه كبيره مع اكيد منافسين تانيين. كلمني ازاي تم اختيارك واسناد ملف التطوير ليك من قبل الاتحاد الدولي؟ بدايتي مع الاتحاد الدولي كانت في العام 2014 بدايه الاداريه، وكان في مشروع كبير في اماره ابو ظبي لتطوير رياضة ريشة الطائرة مع استضافة بطولة عالمية في وقتها كانت أكبر بطولات العالمية في إمارة أبو ظبي. في ذلك الوقت كان ما في ريشة طائرة في الإمارات، ما كان في اتحاد. الريشة كلعبة ما كانت متطورة بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط، يعني ممكن لعبة الكثير ما يعرف عنها. وكانت فرصة بالنسبة لي أنا وهذا المشروع بأن احنا نطلق مشاريع كثيرة لتطوير رياضة الريشة الطائرة. ممتاز. المشروع كان عبارة عن 4 سنوات لاستضافة أحد أهم البطولات في العالم وأكبر جوائز مالية في ذاك الوقت، فاستغلينا هذا المشروع بشكل كبير للترويج للريشة الطائرة. عندما يكون عندك الأبطال العالميين، صحيح، دمجنا الأبطال العالميين مع برامج نشر اللعبة خصوصا برامج في المدارس. صحيح. فدي كانت البداية في 2014. نجحت في الحتة دي، وبعد 9 سنوات أو أكثر الآن ريشة الطائرة في الإمارات أو في منطقة الخليج تطورت بشكل كبير ما شاء الله، وانعكس على المنطقة العربية بكامل المنطقة العربية. تعرف أنها أشقاء مع بعض، عندما نشوف دولة شقيقة تتطور تنتشر على طول، تنتشر بشكل كبير. الآن بعد 9 سنوات من هذا المشروع رياضة ريشة الطائرة يعني في الوطن العربي تطورت بشكل كبير مقارنة بالسابق. ده حقيقي.